ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تجمهر المئات من المغاربة صباح اليوم الجمعة أمام مستشفى مولاي عبد الله في مدينة المحمدية لتوديع جثمان صحفي القناة الثانية الراحل صلاح الدين الغماري. ونقل جثمان صلاح الدين الغماري من مستودع الأموات في مدينة المحمدية نحو مسقط رأسه في مدينة مكناس حيث يوارى الترى. ورحل الغماري على إثر أزمة قلبية مفاجئة أنهت عداد عمره في 50 سنة وحرمت مشاهد القناة الثانية من وجه ألفوه في تقديم النشرات الإخبارية، ثم أصبح رمزا للحرص على تدابير الوقاية في جائحة كورونا من خلال مجلة أسئلة كورونا التلفزية. الغماري لم يكتب له أن يضيف إلى مساره المهني نجاحا كان يرجوه لبرنامجه الجديد صوتكم، ويخيم حزن شديد على العاملين في القناة الثانية من صحفيين وتقنيين وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الموت المفاجئ والصادم للغماري. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.